دور المملكة العربية السعودية في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في الشام والعراق دور بارز وواضح، وألجم أولئك المتشدقون ضد المملكة العربية السعودية، فهي تأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوات المسلحة القوات الجوية، ولنا ضباط ارتباط خارج الحدود يعملوا من أجل إدامة أعمال القوات الجوية ضمن التحالف الدولي، وأكثر من 60 دولة نأتي بعد قائدة التحالف في هذا المجال الولايات المتحدة الأمريكية، تعد سبقنا فرنسا وبريطانيا وكل الدول التي ضمن هذا الإطار. يأتي هذا الدعم المادي حاليا لإعادة الإعمار، وهذا هو السياسة، هذه سياسة المملكة العربية السعودية.